السلام عليكم الاخوه، لاباس بخير، تحياتنا لكم جميعا. سمعوا يا اخوتي هذا الصوت، هذا الراجل راه توفى يامس رحمه الله عليه، الحبيب ولد عبد السلام ولد فريسن، توفى بالعيون، واحد من ضحايا الرشيد، واحد من ضحايا سجون البوليزاريو سيء الصيت. سمعوا هذا الكلام كامل اللي قالوا، ردوا عني الخبر وروجوا هذا الفيديو، نشروه، مشوا لعائلته وهلو ده كامل اللي قالوا التكنة على وجه الخصوص. تحياتنا لكم. صباح الخير، السلام عليكم الحبيب عبد السلام فريسن، مرحبا بخيمة اتحاد قبائل تكنا، نرحب بها ونبارك لكم اليوم الجمعة ورمضان مبروك، ونشكر الأخ اللي عنده في رقمه 28-26 في التالي، ونشكره على الرد وكلامه اللي مفهوم واضح لا غبار عليه، ونقول ذاك اللي يقول له تركيبة ده رد عليه، هو رد على ذاك اللي يقول له تركيبة صحراوية وكذا وهو اسمه وكذا. أنا بصفتي ضحية ونفهم الجبهة فوت فيها 20 سنة، ما خليت ميدان ما اشتغلت فيه، في التعليم اشتغلت، في القتال اشتغلت، في مدير الشرطة اشتغلت. وجي نظريك واحد وقلنا التركيبة باش يجيب لنا مبرر على ندير القياده ما تعدل، ما معدل شيء الحد. يا اخي الكلام اللي كان ينقالنا في الرشيد، ايه كلام قبلي حقدي جهوي ينم، هذيك الوحده الوطنيه وذاك الشيء لا شعارات، هذيك هي اللي هرفونا بها احنا ذو الناس، فطنا لهم ما يجي ولد عمنا بالقبليه في فرنسا ما رفدوه من مطار الغار الحبس ديرك الى العليات، وترك انا عائلتي مرا ومولا خيمتها الصباغ عبد السلام ومولات خيمته وتركته، هذا شو معدلي قبلوا لاندروفير جابوها، كان خدم شركه فرنسيه والجزائر، قالوا له يلا كونجي المخيم شوف شعبك تشوفك، لاندروفير قبلوها سمسرها واحد فهم راعي حي كان معتقل ميكانيكو راعي رد اخبارها كامل، والمرأة انقتلت والطفلات انقتلوا، الراجل تير فيه واحد من العصابة قدامها هي من تمكنت منه، لقاوها معاه في السجن ولات لا تبغى تتصل معاه وخبطوه قدامها. إذا هنا واحد يجينا من المبررات التركيبة القبلية وحانينا نستغلوا نتحاسبوا مع ذوك وكلها عنده حقه، آية إلا شربت أنا الله، الله عمل الحاس يطيح، هذا هو العدل لنا واحنا وحكات ضدنا قبليه وعنصوريه، ياك فهمت؟ عنصوريه، المغاربه الصحراويين من طيار وداوهم المكونه وداوهم لكذا، ولكن يعترفوا الكثير عودوه الكثير، نعتوا مقابره وكذا، احنا عائلات نظريك والو مرد ومات، رفدوه الرشيد شوف منين دفنوه، قتلوه بالتعذيب، وجينا واحد وحدة الشعب والقضية الوطنية والمشروع، يا أخي هذول ما مخدمين المشروع على القضية الوطنية، أنت تكتب الصحراوي تقول لي المشروع استقلال على حسابي أنا ونضالك على حساب أرواحنا احنا، ماكم قابضين عنا مرش مناشر، ماكم قابضين عنا رايات المغرب، ما عندنا سلاح مضادين به، ما لنا ناشين منظمة ضدكم، لا واحد من تعود شوفته زينة يشوفوه في باريس استدرجوه لين يجيبوه طيارة مسيكين ويقبضوا سامسونيتو ولباسو ويدوه للغار يتمون ترعوا ليه لين قتلوه، ما عارف قاع علاش يبتط، ما عارف علاش يبتط وعلاش يعذب، ويجونا وحدين ويقول لك تركيبة الصحراوية والتركيبة ما نعرف شنو والتركيبة البدوية، انا نقول على انها تركيبة البدوية، هذا اللي يقول ذا بدوي، لا يجينا واحد يبرر، احنا ما نعودوا انانيين، كلا يبغي ولد عمه في القياده الجلاد واخوه وولد خاله وشي معنى، شفتوا المشروع راهو ما يقدر يصلح بهذا الشيء، شفتوا راهو البرد دخل، ولا تكذبوا علينا، القضيه راهي متقدمه وراهي كذا وراهي الانتصارات، الكذيب الكذيب ما كاين لا انتصارات ولا هم يحزنون، البرد دخل الخيمه ركمت صافي، الكفية منين ما بغيت تدخل دخل،
فهمت ولا جينا واحد ضريك وكذا وحنا معاناتنا ملي تمشي هكاك وعائلاتنا اللي مفقوده ما اللي تمشي ومن حقنا نطالبوا بها من حقنا فهمت من حقنا نطالبوا بروفاتهم من حقنا نطالبوا بضحايانا من حقنا نطالبوا بالتعذيب اللي كانوا يبطونا بكروات الاندروفير وتيوتا فهمت ولا جينا واحد ضريك التركيبه الصحراويه وعهد الثوره وعهد مرحلة حرب التحرير وحرب هذا يقع في الثورات كاملة يجلس لنا لا السلبيات الإيجابيات ما تتكلموا عنهم ما تتكلموا لأن القايد ولد عمك ولد خالك ويساعدك ويعطي أمك سنيدة ويعطيها بودر ويعطيها وتدافع عنه وينسر لأن هذه الفكرة متخلفة ما واحد اللي يبني مجتمع الله يبني دولة ما واحد اللي يبني مجتمع الله يبني دولة أنا كنت مقاتل مني نقبض الأسير يسول نقبضوا الأسير يسولوه إلى عدم الناس ينزلوا عليه ولا عدم الطنطان ينزلوا عليه ويسولوه قبليا بس تعرف عن ذا الشيء زارعينه في الناس ناسهم الله أخوتي اللي كنا نقبضوا الأسير يقولوا أنت أي القبائل تسمع اسمي فلان أي القبائل مين تسكن صافي هذا الشيء تلعقبه وجينا واحد ريق قلنا التركيبة الصحراوية والثورة طويلة الأمد وما نعرف شنو هو وكذا هذا رمول يقدم للثورة ولا يجيب الاستقلال لحد فهمتوا المغرب يجي ما ندافع عن المغرب ولا عن الغزو يجي الفيسد ولا العاقل ولا المقاتل ولا المسؤول ولا قيد الكتيب ولا كذا وعامل معاملته ايه ما 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 نمزلك شو ولا مخسر عليك احنا لا احنا حتى يقول لي واحد تركيبه لا 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 التركيبة تركيبة الصحراويين احنا حتى منين يمشي واحد مسيكين ما هم ذيك القبيلة يخطب يقولوا له لا انت لا شلح هذا هو باش يقبضونا لا ما ننساو راني تمي تساكتني تفجرت ها وجينا واحد ضريك التركيبة والنضال وعاد الشهداء هذوك راه خانوا عاد الشهداء شتوك القيادة خانت عاد الشهداء واش طفلة تم تقرا جميلة مدرسة إلي نجي للمدير يقولوا له هذيك عطيها الشيفور اللي حق عليها ويجي لها القائد هذا ويخطبها ما هي كاع باغيه باغيه تكمل دراستها يخطبها يقعدوا لها اللي بركوا عليها مسكينه وتجبرها تنصدم فوت معها الشهر ولا الشهرين ياك فهمت هما اللي اصحاب الشهوات فوت معها الشهر ولا الشهرين يقول لها الله يعاون ما تلات قال تشوفوا وهذا هو اللي هذا هو اللي كانوا عدلوا هذا راهو بسيط اللي ذكرت لكم كاع من ذا كانوا عدلوا وجينا حضريك وقلنا تركيبها وكل واخطاء وقعت ولا اخطاء ما تقول لي الخطا يا اخي الخطا انا مديت وتوكليتها والله ردحت بها فما غروس هذاك هو الخطا حق مشتو الزيت ما جبيت عليه هذا مثال ولكن تدا ارواح رواقيج الميامي والقتل بالعمد يمثلوا به جستو اولاد سيدي يوسف بوستو كلاي اللي يعرفهم قتلوا واحد وجابوا قتل واحد البيشير وجاب له الثاني وقتلوا تابعوا واش هذه التصفيه هذه واش حنا في عهداش حنا اتصلت بينا واحد المجموعه واحد العصابه ما كانت مديها فيها حد شي خدام على الشاريوات الكرارس وشي ما تعرف شنو وشي خوي متبي ومن الشتم في حويش من الطين في الطنطان تم ولين صبح وزارة بينسر أقبض البدوي الله المتخلف أعطيت السلطة تشوف شي عدل اللي قال قيق قاعد حنكوني وجونا واحدين من نجل اللي يبروا أنا الثورة راي ما تعدل شو قيادته ما تعدل شي لا أخي إحنا الميدان أنا في الرشيد 97 وأخويا الشهيد في الناحية الأولى جاوني وقالوا لي أخوك راه مات ما قالوا لي حتى راه مات ها قال لي واحد متغيمبر مع الحراسه فتحني الغار وقالها لي اذا انا كيفاش انا نقبضنا بحق قبلي نقبضنا بحق عنصري نقبضنا بحق حسد لا يبغوا لنا الخير لا يريدوا لنا الخير ولا الصحراويين وانت تجبر واحد يتم في غنمه الولين يدربوه على كلاش ودوه الناحيه ويجيبوه مكتب الا لانهم القبيله الفلانيه احنا نعرفوا ذاك الشيء اللي تحت الخز عارفينه فهمت لا ليش دونا
داونا لان كنتكلموا في المحاضرات والمؤتمر. انا اللي سولت عنهم من اولاد عمي بالقبليه جاي من فرنسا ما نجبروا يقولوا لي راه في الغار احرقوا في الدنيا. نقول لهم مالهم كل شيء في الحبس. ها الين دخلت الرشيد وعرفت شكاين. وحتى الاسئله اثناء الاستنطاق منين دخلوني للسجن يسولوك اش من قبيله واش من عرش وامك من نفس العرش وامك من نفس القبيله ومنين كنتوا تسكنوا وقد دابستوا دايقتوا مع واحدين الحرب الاهليه لك فهمت. واش انا كنقولوها لي باش تعرف عندو الناس تركيبتهم ولا عملهم قبلي اجرامي. وجينا واحد ريك وقلنا التركيبات الصحراويه حق واعره وعهد الثوره. واش الثوره 20 سنه ما قد تصحح خطا لا تتكتني انا وتعدمني وتهين كرامتي وتقول لي راه لا الثوره ما عندي ما نعدل انا قاعد الثوره الى عدلتها لان ما شفت فيها مستقبل ما شفت فيها شيء باغيه. انا اخوتي يموتوا ولاد خالي يموتوا وعائلتي تموت من اجل القضيه وواحدين يلعبوا ها يتجرب دماء الابرياء ولا خارج لا يقتنع كاع. انت تقول لي التركيبه لا تقتنع كاع لا تقتنع خير التركيبه ما على حسابي انا وواحدين ثانيين. اش انا اكتني باش تقتنع انت التركيبه حق تاريخ الثورة الصحراوية تاريخها شوي فهمت. نقولها لكم الاف الشهداء دي الاف بطل الضحايا دي. وجينا واحد ضريك يسرق وقابح ذي جينا واحد ضريك يتم يقول لنا الفلسفة الخاوية تركيبها ولا ما تركب واش احنا واش احنا مخنا البن تقول لنا هك. راك تتكلم مع ناس والله تستمع لك ناس راه واعية راه اخبر منك في الموضوع واخبر منك بالقضيه وفهم منك لها فهمت. راهم حتى المغاربه زرقوا من الطيار راهم قدز راهم مكونه انا معاك. واش ندافع عن المغاربه ولا ندافع عن سجنهم؟ المغاربه حبسوا وزيروا زيرتهم المنظمات وعوضوا للناس وكشفوا عن بلد المقابر مش مكونه تقيسها الناس من هون. احنا والو حتى المراه وتركتها اللي ماتوا مع اهلهم راهم يسولوا ما عرفوا منين مردوا ما قال لك غير تم نزوروها. واش وجينا واحد ريك مع لا بحال اثنين تخاصموا. طيب انت ما احترمت الطب انا جيت هكذا هذا راه قضيت مصير السي راه ماشي قضيت هكذا تخاصم واحدين ولا ولد واحد دماغ واحد راه مصير صفيتونا به صفيتوا به ياسر من الناس ومازالوا ذوما قاعدين وشي معطيلو وزير وشي وجههم تكلم مش محسن وشي ما نعرف شنو. انتم ما يكفيكم